مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تزدحم الأسواق في المدن العراقية كغيرها من سائر الدول العربية والإسلامية لشراء الملابس والهدايا والحلوى احتفالاً بهذه المناسبة. لكن توتر العلاقات بين بغداد وأنقرة والأزمة التي تعصف بالجارة السورية ألقيا بظلال سلبية على الأسواق العراقية بعد أن توقف التجار عن الاستيراد من هاتين الدولتين، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة العراقية على البضائع المستوردة. كنا نصور تعلي الأسباب الأسعار أنه ارتفاع الحدود غير منتظمة، يعني سواء كانت مع الدول الجوار، سواء كانت سوريا بحكم اختلاف الوضع الأمني، أو تركيا بحكم عدم استقرار العلاقات بين العراق وبين تركيا، هذا كله يمكن أصور يؤدي إلى ارتفاع الأسعار يعني. ورغم جهود الحكومة العراقية لتوفير الأمن لمواطنيها وتحسين الخدمات، إلا أن شريحة عريضة من الشعب العراقي تلقي باللائمة على الحكومة في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. أسعار كلش غالية، صار اليوم كلش غالية بسبب سوريا وتركيا. هاي الأزمة كلش قوية صارت بها، خصوصا احنا وقعنا بها، وقال وقع بها الفقير العراقي. زين. كل شيء ماكو، كهرباء ماكو، تعبانين، شغل ماكو. ورغم الازدحام في الأسواق، إلا أن الهاجس الأمني ما زال يقلق المواطن العراقي في ظل ارتفاع وتيرة الانفجارات في الفترة الأخيرة، ما دفع السلطات الأمنية إلى رفع حالة التأهب خشية وقوع هجمات جديدة في العيد.